كده يا فارس عندنا وقفه مع لاعبي المنتخب المصري وتحديدا يعني مروان عطيه صفقه النادي الاهلي الشتويه، وايضا محمود عبد المنعم كهربا اللي يعتبر عودته في نفس التوقيت التعاقد مع مروان عطيه، مش بنقول صفقه جديده ولكن بنقول بعد ايقاف 6 شهور يكون كهربا متواجد في ارض الملعب، وانت اكيد عندك كلام عن كهربا. ده حقيقي يا اسامه، واولا لازم نقول يا جماعه ان العدد الموجود من لاعبي النادي الاهلي في قائمه المنتخب هو الاكثر لاي نادي، و كعادة النادي الأهلي هنا بيدي دايما رسالة قد إيه هو مهم للمنتخبات الوطنية، وده برضه من الأدوار اللي إحنا بنتكلم عليها على مرور الحلقة. طبعا لاعبي النادي الأهلي اللي موجودين كلهم في المنتخب في مباريات مهمة زي ملاوي اللي أنت هتلعبه جولتين ورا بعض في المجموعة اللي وضعك فيها مش أفضل حاجة، أكيد لازم نقف عند بعض اللاعبين. بعض اللاعبين زي مروان عطية وكهربا لأن ما قدموه مع النادي الأهلي محتاج وقف. أنا تحديداً عايز أتكلم عن كهربا. بصوا يا جماعة، هي كرة القدم الشغف فيها وحبك ليها واللحظات اللي أنت بتعيشها فيها جنون كرة القدم مرتبط بمشهد زي وجود كهربا النهاردة. عارفين فكرة للعدالة وجوه كثيرة كده؟ وجود كهربا هو شكل آخر من العدالة، يمكن عدالة إن أنت لما تواجه كل الظروف دي وتمر بكل اللي مر بيه كهربا. يا جماعة كهربا من شهرين بس كان البعض بيقول ان انت مسيرتك الكرويه اتدمرت وانتهت، كان البعض بيصرح ويقول له انت خلاص يا كهربا، انت بقيت ماضي، انت بقى اسم كان جيد في الكره المصريه ربما كان له مستقبل. كهربا 6 شهور ما بيلعبش كوره. كهربا هو اكتر لاعب في مصر النهارده لو مستواه وحش كنت هتقول العامل البدني والعامل الذهني. العامل البدني اللي ابتعده 6 شهور عن المباريات الرسميه، والعامل الذهني الله يكون في عونه في ظل المشاكل والقصه اللي حاصله والفيفا ومحكمه وخطاب رايح وخطاب جاي، هتنتظر منه ايه؟ قدم كوره. فكهربا النهارده وجوده في المنتخب هو عنوان، هو عنوان. دي الحاجات اللي انت لما بتيجي كده بعد سنوات تتفرج على رحله لاعبين فيها امور تخليك كده الادرينالين يطلع عندك وتقول ايه ده وازاي ده حصل وايه الاصرار ده وان كره القدم لعبه مجنونه ملهاش ضوابط، عشان ده تفتكر مشهد كهربا. كهربا الناس بتقول لك ليه 10 مساهمات في 10 مباريات، وده غير صحيح بالمره. كهربا لعب عدد دقائق يوازي 5 مباريات كامله، لان انت لما بتحسب مساهمات اللاعب بتحسبها لكل 90 دقيقه. كهربا لو لكل 90 دقيقة هو لعب ما يعادل 5 مباريات كاملة، يعني لكل 90 دقيقة عنده مساهمتين، سجل 8 أهداف وصنع 2. يا جماعة كتير جدا من لاعبي الكرة المصرية لما نيجي نتكلم عن اللي بيقدموه محتاجين يقيسوا نفسهم في الفترة دي مقارنة باللي كهربا قدمه، مقارنة باللي بيمر بيه. انت لما تيجي تكلمني عن ظروف وعن مبررات انا التمسها لك كلاعب، هلتمس لك مبررات للتقصير ازاي وانا شايف لاعب زي كهربا في ظل كل اللي بيمر بيه ده قدم اللي هو قدمه. ده طبعا احنا الارقام دي تناولناها، ولكن اللي انا عايز اتكلم فيه ان كهربا بيصنع معادله مهمه جدا، ورساله وجود كهربا في المنتخب هي رد على كل واحد اساء لكهربا. وانا دايما عندي مدرسه، الرد يا جماعه على الاساءات والتطاول والتجاوز مش بان انت تعمل نفس الشيء، ومش بان انت تسيء، ومش بان انت تتجاوز، ومش بان انت تبقى شبه اللي اساء ليك، ولكن بان انت ترد بالحاجه المنوره اللي عندك. كهربا رد بمستواه، كهربا وجوده النهارده يا اسامه في منتخب مصر هو تتويج، تتويج للي عمله الفتره اللي فاتت، واللي انا بالنسبه لي هو ضد منطق كره القدم. هو عشان ضد منطق كرة القدم يبقى لازم نقول توفيق ربنا مصاحب كهربا بشكل كبير جدا جدا. وهنا رسالة لكهربا نفسه، هي طبعا توفيق ربنا، يعني ده طبعا هدف كهربا في مباراة أسوان، وكهربا في كل البطولات اللي شارك فيها سواء الدوري المحلي سجل، في دوري أبطال أفريقيا سجل، في كأس مصر سجل. البطولة اللي ما سجلش فيها كهربا هي بطولة كأس العالم للأندية، وطبعا سجل في مباراة القمة وصنع أهداف. يعني كهربا مسيرته حتى هذه اللحظة متألق جدا في ال10 مباريات اللي لعبهم مع مارسيل كولر. ولكن زي ما قلنا لما تيجي تشوف الأرقام دي وتقارنها بأرقام كهربا قبل الإيقاف حتى في عز تألق كهربا، هتلاقي أرقام كهربا في الفترة دي لا كبيرة قوي ما شاء الله. يعني أرقامه لما تيجي تتكلم عن 11 تسديدة فبيسجل 7 أهداف في 11 تسديدة، ده شيء إيجابي جدا. لما تيجي تتكلم عن الاكسبكتد جولز ما بيعديش 4 أهداف في كل المباريات اللي شارك فيها وبيسجل 7 أهداف وبيصنع 3، أعتقد دي أرقام بتقول رسالة،
رساله لكتير، اولا لكهربا نفسه ان توفيق ربنا مصاحبك فحافظ على ده، وانت عارف ازاي تحافظ على ده بالاجتهاد والالتزام والتركيز اللي انت فيه، وزي ما انت في الفتره دي تحديدا ابني عليها، ابني عليها لان انت اسم كبير ولاعب موهوب جدا جدا، وكل الناس لم تختلف على موهبتك، ممكن كان الاختلاف على بعض الاشياء مصاحبه للموهبه، لكن الموهبه كبيره جدا، فلما يكون التوفيق حليفك حافظ على التوفيق ده بالاجتهاد والالتزام والتركيز في ارض الملعب.